لأن الشيعي المسكين الطفل الصغير والجاهل والقاعد الغلبان هذا بيبكي على الحسين يسمع الكلام هذا طبعاً تعظم كراهية عمر في نفسه ولك هذا الطاغي يا أخي هذا فرعون شيطان رجيم تعرفون لماذا؟ أنا أقول لكم أنا رجل قضيت حياتي في العلم أنا لا أعرف في هذه الدنيا إلا العلم والكتاب طيلة حياتي وحين كنت في مبتدأ حياتي العلمية وقد شدوت من العلم حروفاً أيها الإخوة والله أنا أحكي لكم كيف مررت بهذه التجربة كان يهزني هزاً عنيفاً مقلقاً ومؤلماً وأميل إلى التصديق مباشرةً حين أرى عالماً يدعي دعوة أصدق مباشرةً لما أحد يقول مثلاً أنا رددت على فلان وحطمت حجوجه أصدق أقول أكيد أكيد حطمه بعدين لما كبرت لقيت الدعوة كثير والكذب كثير والدجل في العلماء وكلام فارغ والكل يقول أنا رديت عليه وأنا حطمت كل كلام فارغ وأتيناهم بأدلة الله وكلام فارغ بس لما كنت صغير معني طالب علم كنت أصدق هذا فأنا أقول لكم بالله ربكم كب العوام عاد لا بيفتحوا كتاب ولا يعرفون قراءة ولا شيء المسجد وقدامه مين؟ مرتضى الشيرازي مرجع ابن مرجع أخو مرجع ابن كذا ولحية كبيرة ويبكي مرات كذا ومرتضى جعفر العامري لمؤلف لي مجلدات في التاريخ ومحقق لي التاريخ خلاص تسلم بإيه؟ بقصة عمر مع أبي موسى الأشعري